هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية. إن البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا وجاء، واجأر لربك بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين والمشاهدات من كل مكان. هذا عبد القرني يتحدث إليكم في حلقة متجددة من حلقات برنامجكم الأسبوعي برنامج عيادة زاد، والذي يأتيكم كل يوم سبت في تمام الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، والذي من خلاله نتناول عدة مواضيع طبية مع عدد من الأطباء والمختصين، والذي يأتيكم برعاية جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمنطقة مكة المكرمة. موضوعنا في هذه الحلقة عن فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الإيدز. وباسمي واسمكم نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور طارق مدني، استشاري الباطنة والأمراض المعدية. حياكم الله بروف. الله يحييك. يا هلا ومرحبا. قصة سعيدة الله. هذه المرة الثانية بروف، المرة الثالثة تشرفنا فيها بروف. شكرا لقبولك الدعوة وتشرفنا. الله يحييكم. شكرا جزيلا. شكرا. الله يعطيك الصحة والعافية. اليوم بروف حنا بنتكلم إن شاء الله تعالى عن أحد المواضيع اللي أعتقد أنه ممكن مو يعني شائع الحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحابين اليوم إن شاء الله نسلط الضوء ونعرف الناس على المرض، كيفية المرض وطرق الوقاية من هذا المرض وهذا الفيروس. فبداية دكتور نسمع عن شيء اسمه فيروس نقص المناعة المكتسبة ومرض الإيدز، فإيش الفرق بروف ما بين هذه المسميين؟ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذا الفيروس من الفيروسات الجديدة التي اكتشف في سنة تقريبا 1982 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعني ظهرت حالات أمراض مرض سرطان يسمى الكابوسي، وأمراض التهابات رئوية بسبب فطر معين. عادة لا تحدث هذه الأمراض إلا في مرضى الذين مصابون بمناعة منخفضة. فكان هؤلاء المرضى ليس لديهم مناعة منخفضة سابقا، فبالتالي يعني كان هذا شيء مستغرب. فبدأ البحث عن سبب هذه الأمراض التي حدثت في شباب كانوا، ولاحظوا أنها كانت في الشواذ في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم بدأ الاستقصاءات حتى يعرفوا سبب هذا الفيروس، فاكتشف أنه أيضا يصيب الذين تلقوا دم، منتجات الدم، سواء نقل الدم، الدم الحمراء أو الصفائح الدموية أو غيرها. فوجدوها مثلا في مرض الهيموفيليكس ومرض اسمه الهيموفيليا إلى آخره. واستمر البحث، لم يعرفوا السبب حتى سنة 1985 عندما اكتشف سبب ضعف مناعة الأشخاص هؤلاء، وهو ضعف مكتسب. لذلك المرض يسمى نقص المناعة المكتسب وليس المكتسبة، لأنه هو النقص المكتسب للمناعة، لأنه هناك نقص وراثي وهناك نقص مكتسب. فالمرض يسمى نقص النقص المكتسب للمناعة أو نقص المناعة المكتسب. فسبب المرض تبين أنه فيروس من الفيروسات من فصيلة ريتو فيروسز، اكتشف في فرنسا عن طريق عالم اسمه مونتينير في معهد باستير سنة 1985. بعد ذلك اكتشف فيروس آخر شبيه له أيضا يسبب نقص مناعة، خاصة في المرضى في غرب إفريقيا، في ساحل العاج والمناطق الغربية من إفريقيا. فبالتالي سمي الفيروس الأول HIV-1 اللي هو Human Immune Deficiency Virus نوع واحد، والفيروس الآخر الذي اكتشف في غرب إفريقيا سمي بـ HIV-2. فبالتالي HIV-1 و HIV-2 هي التي تسبب هذا المرض. طبعا في بداية المرض المريض لا تظهر عليه أعراض، فيسمى مصاب بالفيروس، ولكن لا يسمى أنه مريض بالإيدز. متى يسمى أنه مريض بالإيدز؟ إذا انخفضت مناعته انخفاض شديد وأدى إلى حدوث أمراض استغلالية أو أورام استغلالية تستغل ضعف مناعة الجسم، فوقتها يسمى المرض بالإيدز.
وطبعا المريض يعيش في هذه الفترة التي يصاب فيها بالفيروس بدون أن تظهر عليه أعراض فترة طويلة، في المعدل تكون تقريبا 8 سنوات، بعد ذلك تظهر عليه أعراض الإيدز. قبل ذلك يكون مصاب بالفيروس وممكن أن يعدي غيره بدون أن يشعر ولا غيره يشعر، ولكن لا تظهر عليه الأعراض حتى تنخفض المناعة انخفاض شديد وتنزل خلايا المناعة المعينة المسمى بالCD4 أو الهيلبر سيلز والخلايا المساعدة لجهاز المناعة حتى تنخفض عادة تحت 200، ثم تبدأ أعراض مرض الإيدز العدوى. نعم. جميل. طرق الانتقال بروف، كيف ينتقل هذا الفيروس؟ نعم. طبعا أكثر طرق انتقال المرض على مستوى العالم ومن ضمنها المملكة العربية السعودية هو عن طريق المعاشرة الجنسية، وقد تكون هذه المعاشرة في الشرج وهي أكثرها خطورة بين الشواذ. أيوه. وقد تكون في المهبل وهذه أيضا أكثرها انتشارا في العالم. أيوه. وأيضا الجنس الفموي إذا كان يعني هناك إدخال في الفم، فهذه أهم يعني طرق المعاشرة الجنسية في الشرج أو المهبل أو الفم. هذه تشكل تقريبا من 90 إلى 95% من حالات الإصابة على مستوى العالم. يليها استخدام إبر ملوثة عند حقن مثلا المخدرات، لذلك ينتشر هذا المرض كثيرا في مستخدمي المخدرات الذين يحقنون المواد المخدرة عن طريق إبر ملوثة ويشاركون بعضهم البعض في هذه الإبر، فبالتالي ينتقل الفيروس من شخص المصاب إلى الآخر في حالة استخدامه نفس الإبرة التي استخدمها الشخص المصاب. كذلك ينتقل المرض عن طريق الأم المصابة إلى الطفل الجنين في بطنها خلال الحمل أو الأكثر شيوعا عند الولادة، وهذا يشكل تقريبا ثلثي الحالات تحدث عند الولادة، وأحيانا أيضا تحدث بعد الولادة عن طريق الرضاعة الطبيعية في حالة أن كانت الأم مصابة ولم تعرف أنها مصابة وأرضعت ولدها، فقد يصاب أيضا الطفل بالفيروس عن طريق رضاعة الحليب الطبيعي. أيضا هناك يعني طرق أخرى يعني أقل شيوعا لكنها مهمة، وهي استخدام أدوات ملوثة بدم مريض مصاب، مثل أدوات الحجامة الملوثة، أدوات الختان الملوثة، أدوات التخريق الأذاني، أدوات التاتو اللي هو الوشم. أيوه. الحلاقة برضو بروف، أمواس الحلاقة. أيوه. نعم. والتخريق بشكل عام بأدوات ملوثة قد يؤدي إلى هذا الشيء، وتحدث حالات من ضمنها هنا حدثت بسبب مثلا استخدام الوشم، مع أن الوشم شرعا حرام. أيوه. لكن بعض الناس الذين يعني استخدموها بدون مراعاة أن تكون أدوات معقمة انتقل لهم هذا الفيروس بهذه الطريقة. جميل. الأعراض بروف اللي ممكن تظهر، أنا ذكرت بروف أنه ما تظهر يعني تقريبا في المعدل من 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 كم دكتور إلى 8 سنوات تقريبا، من سنتين إلى 8 سنوات ولا؟ طبعا المرض له مراحل. أيوه. إذا حببت نتكلم عنها. أيوه. نتكلم عن المراحل. نعم. طبعا المرض بعد ما يدخل لجسم الإنسان عادة عن طريق المعاشرة الجنسية كما ذكرنا أو إبرة ملوثة مثلا. أيوه. تقريبا بعدها ب6 أسابيع قد يصاب الإنسان بعد 6 أسابيع من دخول الفيروس بأعراض حادة كأنها إنفلونزا حادة، سخونة، تكسير في الجسم، ألم في العضلات، صداع، أحيانا طفح في الجلد، تضخم في الغدد الليمفاوية. هذا يسمى الطور الحاد للمرض أو ما يسمى بالإنجليزي الأكيوت ريتروفايرال سيندروم، تحدث تقريبا في نصف المرضى، مو كل المرضى، نصف المرضى يصابون بهذه الأعراض وتكون مؤقتة، يعني يعاني المريض من هذه الأعراض كأنه عنده إنفلونزا لمدة تقريبا 3 أسابيع إلى 6 أسابيع. ثم يشفى تلقائيا بدون أي تدخل علاجي في حالة عدم أخذ أي علاج، طبعا ستذهب هذه الأعراض من تلقاء نفسها. ثم يدخل المريض في الفترة التي تسمى الفترة الكامنة أو latent infection. هذه الفترة الكامنة تتراوح من تقريبا 6 إلى 8 سنوات في المعدل. يعني 90% من الناس تستمر هذه المدة تقريبا 8 سنوات، في تقريبا 5% من الناس تكون 3 سنوات فقط، ونسميهم الرابيد بروجريسرز. الرابيد بروجريسرز اللي هو تدهورهم السريع. أي. مرضى الذين يتدهوروا تدهور سريع يصلوا الى مرحله الايدز خلال 3 سنوات بدل 8 سنوات. أي. وفي المقابل 5% اخرون يتدهورون خلال 15 الى 20 سنه
ونسميهم slow progressors أو الذين تدهور حالتهم تدهور بطيء. لكن في المعدل 90% من المرضى تتدهور حالتهم وتصل إلى مرحلة الإيدز بعد تقريبا 8 سنوات. جميل. طيب الآن برف في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة العدوى الحادة والمرحلة الثانية المرحلة اللي هو الكمون. أيوة الكمون. هذا الآن في المرحلتين برف هل يكون معدي فيها المريض؟ أيه. أكثر حقيقة وقت يكون المريض فيه معدي هو فترة الطور الحاد acute retroviral syndrome، لأنه نسبة الفيروس في الدم في هذه المرحلة عالي جدا في الدم، وأقل ما يمكن خلال فترة الكمون، لأن خلال فترة الكمون التي ذكرنا تتراوح بين 6 إلى 8 سنوات تكون نسبة الفيروس قليلة، لكن يمكن أن يعدي الإنسان طبعا خلال هذه الفترة. وأكثر هي حالات العدوى تحدث في هذه الفترة كونها فترة طويلة. ثم بعد ذلك عند تأخر المرض أو 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 يعني وصول المريض لمرحلة الإيدز يبدأ الفيروس في الارتفاع مرة أخرى، فبالتالي يصبح المريض معدن بشكل أكبر في أيضا مراحل متأخرة للمرض. فإذا المرض أكثر ما يكون معدي خلال الفترة الحادة وخلال الفترة المتأخرة جدا من المرض. نعم. طيب الآن برف ذكرت أن الفترة الأولى يكون فيها أعراض مثل أعراض الإنفلونزا، سخونة، خمول، تعب، إرهاق، تكسير في العظام مثلا. الكمون غالبا ما يكون فيها أعراض. بالنسبة للمرحلة الأخيرة اللي تكون بعد 8 سنوات مثلا من من الإصابة، كيف تظهر الأعراض على المريض؟ ممتاز. قبل أن نتحدث عن مرحلة الإيدز اللي هي المرحلة المتأخرة للمرض، قبل هذه المرحلة في مرحلة يسموها الأعراض المبكرة للمرض، تحدث عندما تنخفض خلايا المناعة تحت 500. خلايا المناعة الطبيعية اللي تسمى المساعدة أو الهيلبر سيلز أو السي دي 4 بوزيتيف سيلز، هذه في الإنسان طبيعي تكون حول 1000، من 800 إلى 1200، يعني معدل 1000. تنخفض بالتدريج بمعدل 100 خلية سنويا. إذا نزلت تحت 500 تبدأ هناك مرحلة أخرى نسميها مرحلة ما قبل الإيدز أو المرحلة المبكرة للمرض، تسمى early symptomatic stage. فهذه تظهر بشكل فطريات في الفم. مرض اسمه oral hemiplegia أو فيروس اللي هو مسبب لمرض معين اسمه infectious mononucleosis، يسبب أيضا طبقة بيضاء على لسان المريض تشبه الفطريات. كذلك يصاب المريض بحزام ناري متكرر بصورة متكررة. حزام الناري طبعا يمكن يحدث لناس طبيعيين، لكن في مرضى نقص المناعة المكتسب عادة ما يكون متكرر أو في أكثر من منطقة في الجسم، ويصاب كذلك بالتهابات الهيربس في الفم المتكررة وانخفاض في الصفائح الدموية وكذلك بالثأليل التناسلية وغيرها من الأعراض البسيطة. حتى إذا انخفضت خلايا المناعة تحت 200 تبدأ أعراض الإيدز، وهي الأعراض الخطيرة للمرض والتي تبدأ عادة بنزول في الوزن، نزول شديد في الوزن. أيوة. لدرجة يمكن أن يصاب المريض بهزال شديد يسمى الويستينج سيندروم أو الهزال الشديد للمرض. تجد الشخص فقد وزن كبير جدا، مثلا كان وزنه 100 أصبح مثلا 30 أو 40 كيلو، يفقد وزن جدا كثير. أيوة. فقدان كبير. نعم. ثم يصاب إضافة لفطريات الفم التي أصيب بها في مرحلة ما قبل الإيدز، قد يصاب بفطريات في المريء فتصيبه بصعوبة في البلع، وقد أيضا يصاب المريض بفيروسات أخرى مثل السيتوميغالو فيروس والهيربس فيروس، يسبب التهابات في المريء تجعل أيضا المريض لا يأكل بصورة طبيعية وبالتالي يفقد وزن بصورة أكثر. ايضا قد يصاب المريض بفطريات في الرئه تسمى نيوموسيستس يوروفيتسي نمونيا او البي سي بي، اختصارها بي جي بي او البي سي بي. هذا سبب فطر معين يستغل ضعف مناعه الجسم ويؤدي الى كحه وسخونه وضيق في التنفس والم بسيط في الصدر. وهذا طبعا خطوره المرض هذا انه كثير ما يشخص بالخطا انه التهاب رئوي عادي ويعالج بمضادات حيويه عاديه ولا يستجيب المريض، فلا بد أن ينتبه أطباء لهذا المرض لأنه مرض فطري وعلاجه علاج بسيط، لكن لا بد أن يعطى في الوقت المناسب حتى يعني يستجيب المريض. إضافة قد أصاب المريض بدرن رئوي أو بدرن خارج الرئة مثلا في المخ أو في السحايا أو في العظم، وهذا أيضا من أكثر أمراض شيوعا في مرحلة الإيدز. قد يصاب أيضا بمرض التوكسوبلازما وهو طفيل معين يأتي عن طريق
الإخراجات القطط ويكون في اللحوم، أو يكون في الخضروات الملوثة بإخراجات القطط في حالة إصابة الشخص بها إصابة قديمة من جراء أكل مثلا لحم ني، أو تلوث أكل ملوث بإخراجات القطط، يصاب المريض بهذا المرض ويصبح كامن في جسمه إلى أن يصاب بمرض الإيدز أو النقص المناعة، وقتها ينشط مرة أخرى وينشط في المخ عادة، ويسبب ممكن شلل نصفي، ممكن يسبب تشنجات، ممكن يسبب صداع شديد إلى آخره. كذلك ممكن أن يصاب المريض بفطريات في المخ، يمكن أن يصاب بفيروس في العين يسمى السيتوميغالو فيروس، يؤدي إلى العمى، فقدان البصر. وأيضا قد يصاب المريض بإسهال شديد، وهذا من الأعراض الشائعة أيضا بسبب طفيل معين اسمه الكريبتوسبريديوم. وقد يصاب أيضا المريض بالتهابات في السحائب بسبب فطر معين يسمى الكريبتوكوكس نيوفورمانس، هذا أيضا من الأمراض الشائعة. وإضافة إلى يعني حدوث سرطانات بأنواع مختلفة، خاصة سرطان الكابوسي أو سرطان يعني يصيب عادة الأشخاص فقط المصابين بنقص في المناعة المكتسب، أو كبار السن في حالة ضعف مناعتهم. كذلك أمراض لمفاوية معينة، الليمفوما بشكل عام يسمى الأورام الليمفاوية، إضافة للسرطان عنق الرحم، وهذا خاصة يصاب به النساء في حالة أيضا إصابتهم بفيروس آخر شائع اسمه الهيومن بابيلوما فيروس، فهذا من الفيروسات المسرطنة. وقد يصاب المريض بأنواع أخرى من السرطانات، كمثلا سرطان الكبد بسبب الفيروس الكبدي بي أو سي، أو سرطانات أخرى في العظم أو في العضلات أو كذا. فنسبة حدوث السرطانات في مرضى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب في المرحلة الأخيرة تكون أكثر بكثير من المرضى غير المصابين. فالمغزى برف أنه المناعة أول ما تبدأ تنزل تبدأ تظهر الأعراض العدوى الانتهازية والأورام السرطانية سمح الله حدوثها وانتشارها أكثر. جميل. الآن برف نبغى نرجع شوية برف لموضوع الانتشار والإحصائيات بشكل عام، هل هو منتشر المرض في المجتمع؟ المرض موجود في المملكة العربية السعودية، موجود وتسجل حالات، والحالات للأسف هي في زيادة والزيادة مضطردة حقيقة. يعني مثلا عند اكتشاف المرض في بداية في المملكة، يعني في بداية التسعينات، كانت الحالات التي تحدث في المملكة مثلا من 5 إلى 10 في السنة، وتزايدت بصورة مضطردة. وبعد سنة 2000 التصاعد كان تصاعد حقيقي حاد للأعلى، لدرجة أنه الآن ضمن السعوديين تشخص من 400 إلى 500 حالة في السنة، يعني يوميا واحد أو اثنين سعودي يصاب بفيروس نقص المناعة يوميا، إضافة 3 أضعاف هذا المرض في غير السعوديين. الآن برف الانتشار أكثر في سن الشباب ولا في سن مثلا متوسطي العمر ولا الكبار في السن؟ طبعا المرض شخص في جميع الفئات العمرية، لكن أكثر ما يكون في ضمن فئة الشباب بين سن 20 إلى 50، هذه أكثر الفئات العمرية إصابة، لكن قد تشخص في مرضى مثلا في السبعينات من العمر بسبب إصابتهم متأخرة قبل مثلا قبل 60 مثلا، قبل عمر 60 يصاب بالفيروس ولا تظهر عليه الأعراض إلا عند وصول سن 70 تقريبا. فالمرض قد يحدث أيضا في كبار السن، وقد يحدث في الأطفال الرضع بسبب إصابتهم من أمهاتهم، أو الأطفال الصغار بسبب تعرضهم للتحرش الجنسي أو الاغتصاب الجنسي. فهذا كله يعني مسجل. الآن برف العدوى في سلسلة حدوث العدوى برف، هل دور أكرمك الله والسامعين الحيوان له وجود في الموضوع؟ مثلا هل ممكن الفيروس يكون موجود كامن في واحدة مثلا من الحيوانات اللي مثلا بنتناول لحومها مثلا أو بنشرب من ألبانها؟ لا، المرض فيروس نقص المناعة المكتسب ليس له أي علاقة بالحيوانات. أيوه. تماما، ولا يصيب إلا الإنسان. حتى في حالة مثلا وجود بعوض مثلا يمتص دم شخص مصاب، أو البق الذي مثلا يمص دم الإنسان، وإذا في حالة ذهابه لشخص آخر وقرص هذا الشخص الآخر لا ينقل الحمد لله
هذه الحشرات أو البق لا ينقل المرض. ليش؟ مع أنه البعوضة يكون فيها دم ملوث، وقد يكون ملوث أو البق، لأن سبحان الله البعوضة في السائل اللعابي للبعوض والبق توجد مادة قاتلة للفيروس، تقتل الفيروس فورا، فبالتالي إذا عض شخص آخر لا يصاب به. جميل. التشخيص بروف، كيف يتم تشخيص المريض المصاب؟ هل يشخص مثلا في المراحل الأولى، ولا في مرحلة الكمون، ولا في مرحلة أنه خلاص وصل إلى وصل مرحلة العدوى الانتهازية وصارت السي دي فور مثلا نازلة؟ نعم، حقيقة أغلب الحالات التي تشخص في فترة الكمون. 80% من الحالات التي تشخص في الفترة التي لا تظهر على المريض فيها أعراض. كيف طيب يشخص؟ مثلا عند التقدم للعمل، كثير من الشركات تطلب فحص هذا الفيروس، فيكتشف عند مثلا تقدم للعمل، أو فحص العمالة عند مثلا استقدام أشخاص مثلا للعمل في المملكة مثلا، فيفحص قبل إخراج الإقامة، أو عند دخول السجون هناك يعني فحوصات روتينية تجرى لنزلاء السجون، ومن ضمنها فحص نزلاء السجون، فحص ما قبل الزواج عند التقدم للزواج. الآن الحمد لله فحص ما قبل الزواج يشمل فحص فيروس نقص المناعة المكتسب بالإضافة لفيروس الكبدي بي والسي، فيكتشف أيضا حالات في هذه المرحلة. كذلك عند الذهاب للمستشفى بأعراض ليس لها علاقة بالمرض بالفيروس نقص المناعة، مثلا شخص راح يسوي عملية جراحية، فقرر الجراح أن يجري له فحص فيروس نقص المناعة المكتسب من باب يعني معرفة هل هو مصاب أو لا، حتى يأخذ احتياطاته الزائدة مثلا لهذا الشخص، فيجري له هذا الفحص في نسميها البري أوبراتيف بيريد، فهذه أيضا من طرق اكتشاف الفيروس. وقد طبعا يأتي المريض بأعراض المرض، بأعراض الإيز مثلا، جاي بدرن في الرئة أو بالتهاب فطري، الأعراض متأخرة، فيشتبه الطبيب بوجود المرض فيجري الفحص ويكتشف أن المريض مصاب بهذا الفيروس. الطرق الوقائية بروف، كيف يقي الإنسان نفسه من الإصابة بفيروس الإيدز؟ طبعا أهم طرق الوقاية هي التزام بتعاليم ديننا الإسلام الحنيف. حقيقة الإسلام حرم الزنا وحرم ممارسة عمل قوم لوط، وهذه حقيقة إذا التزم فيها الناس سواء هنا أو في العالم سيختفي هذا المرض، لأن هذا المرض انتقاله الأساسي عن طريق الجنس. فإذا التزمنا بهذا الشيء فإن شاء الله هو أفضل وسيلة للوقاية. في حالة يعني مثلا وجود زوج مصاب والزوجة غير مصابة وتريد أن تحمي نفسها، فيمكن أن ننصح الزوج بلبس العازل المطاطي أو الكوندوم حتى لا يعدي زوجته، أو العكس إذا كانت الزوجة مصابة مثلا، أصيبت مثلا بنقل دم ملوث مثلا، وهذا نادر الآن، نادر جدا، نحن لم نذكره حقيقة من ضمن يعني طرق انتقال المرض نقل الدم، لأنه عادة أصبح نادر، يعني أصبح نادر جدا، يمكن يحدث لكن نادر جدا. فإذا في حالة مثلا أصيبت الزوجة بهذا المرض والزوج يريد أن يحمي نفسه منه، فننصحه أن يلبس هو العازل المطاطي. في حالة وجود أشخاص مثلا عندهم عوامل خطورة عالية، يمارسون الجنس بصورة يعني مستمرة، وفي الغالب ما يكونوا غير مسلمين، وهذا ينصح به في الدول يعني غير إسلامية في الغالب، يمكن أن يأخذ هؤلاء الأشخاص دواء وقائي الذي يستخدم للعلاج، يأخذونه وقائيا حتى لا يصاب بالمرض، عبارة عن حبة يأخذها يوميا باستمرار طالما هو يمارس الجنس، وهذا ما يسمى بـ pre-exposure prophylaxis. وأيضا من طرق الوقاية في حالة تعرض شخص مثلا امرأة أو شخص معين تعرض للاغتصاب مثلا، والمغتصب مصاب أو غير معروف مدى إصابته بهذا المرض، ففي هذه الحالة تعطى الضحية أو الشخص الذي اغتصب يعطى دواء وقائي لمدة 4 أسابيع
حبة يوميا لمدة 4 أسابيع لمن حدوث المرض لديه، وهذا ما يسمى بالبوست إكسبوجر بروفلاكسيس أو الوقائي، الدواء الوقائي بعد التعرض للفيروس. أيضا قد يصاب أشخاص مثلا أطباء والممرضين قد يصابون بالمرض في حالة تعرضهم لإصابة بالإبرة، إبرة ملوثة أو أدوات حادة، مثلا جراح يجري عملية جراحية على مريض مصاب بفيروس نقص المناعة وجرح نفسه بالمشرط الذي استخدمه في المريض أو بإبرة استخدمت في المريض، فنسبة حدوث الإصابة في هذه الحالة تقريبا 3 في 1000، يعني من كل 1000 إصابة من مرضى مصابين بنقص المناعة عن طريق الإبرة أو المشرط 3 من 1000 يصابون بالمرض. فلمنع هذه النسبة من الحدوث في الطبيب أو الممرضة أو أي شخص يتعرض لإبرة ملوثة فنعطيه دواء وقائي، حبة وقائية لمدة 4 أسابيع 28 يوم. جميل. تفضلت بروف في بداية الطرق الوقائية اللي ذكرتها أنه أفضل طريقة هو أو بالأصح أنه العلاقة تكون في إطار الشريعة الإسلامية ويكون أنه تكون بطريقة، لأنه يعني من ضمن البروتوكول الفحص ما قبل الزواج أنه يتم الفحص عن فيروس نقص المناعة. وهنا دكتور نحب نأكد على موضوع أنه العلاقة في الدين الإسلامي مبنية على أسس، وحتى الدولة اهتمت بهذه الأسس أنه يكون في فحص مبكر حتى يكون الإقدام على الموضوع بشكل واضح ونظيف وبشكل يعني محمي بإذن تعالى للمرضى. الآن بروف، المضاعفات المتوقع حدوثها على المريض المصاب بفيروس نقص المناعة أو في بالإيدز، إيش المضاعفات المتوقع حدوثها في حال أنه أهمل العلاج أو ما شخص بشكل صحيح؟ طبعا هناك انطباع شائع بين المرضى الذين يكتشف أنهم مصابون بالمرض هو أن المرض ليس له علاج وأنه نهاية حياتهم، وهذا حقيقة غير صحيح. طبعا في البداية كان المرض مميت ولا يوجد له علاجات فعالة، لكن الحمد لله الآن تطور الطب تطور كبير جدا خاصة في هذا المرض، فاكتشفت عشرات الأدوية الفعالة لعلاج هذا المرض، فالآن هذا المرض يعتبر من الأمراض القابلة للعلاج ويعطى العلاج بطريقة معينة بحيث يستخدم 3 أدوية أو أحيانا 2 في بعض الحالات، دوائين 3 أدوية مع بعض تعطى، لكن لابد أن يأخذ المريض مدى الحياة. في ليش يأخذ مدى الحياة؟ لأنه الفيروس ينخفض للصفر طالما المريض يأخذ العلاج، لكن إذا توقف عن أخذ العلاج الفيروس يرجع وينشط مرة أخرى من خلايا معينة في الجسم تكون خازنة للفيروس، وهذه الخلايا وجد أنها لا تتخلص من الفيروس خلال فترة العلاج إلا بعد حوالي 74 سنة، فلا بد يأخذ المريض العلاج 74 سنة حتى نستطيع أن نقول له خلاص يمكنك أن توقف العلاج الآن. فبالتالي المريض لا بد يأخذ العلاج مدى الحياة، لأنه طبعا هذه فترة طويلة جدا. في حالة عدم أخذ المريض للعلاج، بعض المرضى يعني يكون لديه اكتئاب أو يعني ما ليس لديه وعي ولا يأخذ العلاج، يقول والله ما هأخذ العلاج، فهؤلاء المرضى فعلا يصابون بالأعراض المضاعفات المتوقعة للمرض، تنخفض مناعتهم تحت 200 ويبدأ يصاب بالهزال والتهابات الفطرية في الرئة، التهابات متكررة، حزام ناري متكرر، هيربس متكرر، ضعف في الذاكرة، أورام سرطانية، أورام سرطانية، كذلك بعض المضاعفات التي لم أذكرها، مرض يسمى PML Progressive Multifocal Leukoencephalopathy أو PML، هذا مرض أيضا شائع حقيقة في مرضى الإيدز خاصة إذا نزلت خلايا المناعة تحت 100، يعني خلايا المخ تضمر فيصاب المريض بضعف في الذاكرة، عدم تركيز، عدم قدرة على الكلام، ضعف في اليد أو الرجل بسبب فيروس، نشاط فيروس يسمى الجيسي فيروس. فحقيقة مضاعفات المرض جدا خطيرة تنتهي عادة بالوفاة خلال يعني 2 سنين من حدوث أعراض الإيدز، والتي تحدث عادة بعد تقريبا 8 سنوات من إصابة بالفيروس. احنا مستمتعين بالحديث معك بروف، فاصل قصير ونعود إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا. فخذ النصيحة من طبيب حاذق وبأمر ربك تكشف الأدواء. فاكهة وفائدة. الأفوكادو. الأفوكادو فاكهة عالية الدسم، يتميز بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد على فقدان الوزن أو زيادته في آن واحد، لأنه غني بالدهون المفيدة والسعرات الحرارية، كما يساعد على الإحساس بالشبع لفترة طويلة. والأفوكادو مهم لصحة القلب والشرايين وخفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع مستويات الجيد. إلى جانب ذلك له دور في تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات والوقاية من السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة. وهو غني أيضاً بمعدن البوتاسيوم الذي يحافظ على اتزان السوائل في الجسم ويسيطر على ضغط الدم. وله دور كبير في مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة وحماية الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية. فتبارك الله أحسن الخالقين. فخذ النصيحة من طبيب حاذق وبأمر ربك تكشف الأدواء. عودة من جديد أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نذكركم أن بإمكانكم المشاركة معنا في البرنامج عن طريق الأرقام التي تظهر تبان على الشاشة، وبإمكانكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم على واتساب البرنامج. حياكم الله بروف. الله يحييك. احنا تكلمنا بروف قبل الفاصل عن الفرق ما بين الفيروس وما بين المرض، الأسباب، طرق التشخيص والعلاج والمضاعفات. ذكرت بروف من الطرق الوقائية أو من الشائعة، هل البعوض ينقل الفيروس نقص المناعة أو لا؟ وذكرت أنه البعوض ما ينقل بسبب أنه في بعض المواد الموجودة في البعوض مثلا أو في البق تمنع من حدوث الـ 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 الإصابة. فالسؤال بروف، لما يتم استخلاص مثلا جزء معين من البعوض يتم استخدامه كمطهر أو علاج أو كعلاج وقائي مثلا؟ حقيقة الفيروس معروف عنه أنه فيروس ضعيف جدا، خارج جسم الإنسان لا يعيش فترة طويلة، حتى لو ترك على السطح مثلا، على سبيل المثال شخص جرح ولمس سطح من الأسطح، الطاولة هذه مثلا أو كأس أو كذا، الفيروس لا يستطيع أن يعيش أكثر من دقائق معدودة. وأي مادة مطهرة، أي مادة مطهرة من المستخدمة في البيوت يمكن أن تقضي عليه مباشرة، وبالتالي أي مادة فعالة في لعاب البعوض أو في لعاب البق يقضي على الفيروس بسهولة، لأنه لا يستطيع أن يعيش خارج جسم الإنسان لفترة طويلة، وأي شيء ممكن أن يقضي عليه. طبعا هذه المادة الفعالة التي في البعوض كالمادة المطهرة مثلا، لا أريد أن أذكر يعني أنواع معينة، لكن أي مادة مطهرة، مادة كحولية معينة، مادة كحولية مثلا، لا تستطيع أن تعطيها للإنسان كدواء، لأن ضررها أكبر بكثير من نفعها، قد تقتل خلايا يعني طبيعية. فلذلك هذه المطهرات التي تقضي على الفيروس خارج جسم الإنسان ليس دائما تستطيع أن تستخدمها داخل جسم الإنسان، لأن قد تضر. لذلك الأبحاث الجارية هي عن استخدام حبوب معينة أو إبر معينة تعطى للشخص المصاب، تدخل في الجسم وتذهب إلى الفيروس في الخلايا التي المصابة بهذا الفيروس، اللي هي خلايا المساعدة الهيلبر سيلز، وتقتل الفيروس في مصانع الفيروس في جسم الإنسان. هذه هي الاستراتيجية المتبعة في علاج هذا المرض. جميل. طيب الآن بروف خلينا نتكلم مع مثلا حالة مثلا من المجتمع، فلان مثلا تقدم مثلا لفلانة في تحليل الزواج مثلا طلع أنه في عنده فيروس مثلا نقص المناعة إيجابي مثلا، إيش الإجراء المتبع الآن؟ طبعا نحن بشكل عام لا ننصح أن يتزوج شخص مصاب من شخص سليم، عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يوردن ممرض على مصح، يعني لا يدخل شخص عنده مرض معدن على الأصحاء. بالتالي الزوجة المصاب بهذا المرض يعني
من ناحية شرعية ومن مسؤوليات الاجتماعية ألا يعرض غيره للإصابة. إن كان ولا بد ولا ومصر مثلا يتزوج من شخص مثلا لابد أن يخبره، يخبر مثلا أبو العروسة أو كذا، لا أخبر يخبرهم أنه مصاب بهذا الفيروس. ونادر ما توافق البنت أو يوافق أبو العروسة على أن يتم الزواج إذا كان الشخص مصاب. لكن في بعض الحالات تحدث أن مثلا يكون قريبها مثلا أو هناك يعني علاقة قديمة وحبوا يعني أن تستمر هذه العلاقة وكذا بالزواج، فحدث أن تزوجت امرأة غير مصابة مثلا من شخص مصاب أو العكس، عند الشخص الأمر الأندر هو أن يكون العكس. وفي هذه الحالة لابد أن يتأكد الطبيب المعالج أن الطرف الآخر غير المصاب على علم كامل بأن الطرف المصاب عنده هذا الفيروس أو مصاب بهذا الفيروس، وأنه موافق على هذا الأمر ويوقع على هذا الأمر. وهذا ما يتم العمل به في إجراءات وزارة الصحة، أن يتأكد الطبيب من إخبار الطرف الآخر، حتى وإن كان مثلا هناك شخص اكتشف بإصابته وهو متزوج. تقوم يعني المتبع أن يتم استدعاء الزوجة إن كانت هي غير المصابة أو الزوج إن كان هو غير المصاب، استدعاءه إلى العيادة أو إلى مركز نقص المناعة ليتم إخباره بأن الطرف الآخر مصاب، ويوقع بعلمه على هذا الأمر، ويوقع بعلمه عن الإجراءات الوقائية التي يفترض أن يتبعها هو ويتبع الطرف المصاب لوقايته من المرض. لو كان بروف الطرف الأول مثلا الزوج المتقدم خاضع للعلاج ومستمر على العلاج، هل تظهر في التحاليل أو ما تظهر؟ أي طبعا طبعا الفيروس يظهر في تحاليل الدم بعد تقريبا حوالي 10 أيام إلى 14 يوم من الإصابة، حتى وإن لم تظهر على المريض أي أعراض. بالتالي فحص الدم حقيقة حساس جدا جدا، ويعني يندر جدا جدا أن لا يكتشف الشخص المصاب بالفيروس بفحص الدم، وهذا يحدث عادة في أول 7 إلى 10 أيام من الإصابة أو ما تسمى بالويندو بيريود. يعني مثلا شخص على سبيل المثال شخص كان له علاقة مع شخص مصاب وأصيب بالمرض وجاء بعد مثلا 4 أيام يتبرع بالدم من هذه الإصابة، جاء يتبرع بالدم بعد 4 أيام. إذا راح يتبرع بالدم فحص الإيدز في هذه المرحلة سيكون سلبيا. أي نعم، وهذا نادر، لذلك يمكن نقل الدم أن يؤدي إلى نقل العدوى في حالة صادف أن المريض المتبرع بالدم في أول تقريبا 7 إلى 10 أيام من الإصابة. بالتالي إذا قبل دمه وأعطي إلى مريض آخر قد يصاب المريض الآخر بالعدوى. ولكن هذه نادرة أبو. ولكن هذه نادرة جدا. نعم، لأنه نادر ما يعني يذهب المريض للتبرع في هذه المرحلة. لذلك نحن ننصح دائما، وهذه من قواعد التبرع بالدم، ألا يعطى المتبرع أي مقابل مادي. ليش؟ هذا قانون متبع في العالم، أن يكون التبرع بالدم لوجه الله سبحانه وتعالى أو تطوعا وليس بمقابل مادي. ليش؟ حتى يكون المريض صادق عند تعبئة النموذج المعين الذي يعطى للمتبرعين بالدم. يسأل المريض بعض الأسئلة الحساسة ولا بد أن يجيب عليها بأمانة. في حالة كان هناك مصلحة مثلا مادية ستعطى له 500 ريال مثلا للتبرع، قد يكذب المريض، قد يقول مثلا أن ليس له أي علاقات، ليس لديه أي حرارة، لا يستخدم إبر ملوثة مثلا أو لا, 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 لا يستخدم مخدرات، قد يكذب حرصا منه على الحصول على المال. أما في حالة عدم وجود أي حافز غير التطوع ففي الغالب سيجيب إجابة يعني صادقة. لذلك هذه يعني من طرق يعني منع انتقال المرض عن طريق التبرع بالدم، هي عدم إعطاء المتبرعين أي حوافز مادية. يعني الآن بروف لو كان الزوج مثلا مصاب والزوج غير مصابة وقرروا الإنجاب،
يعني كيف الطريقة الصحيحة بحيث أن الزوجة ما تنتقل لها الفيروس؟ نعم طبعا هناك عدة نصائح. أولا في حالة كان الزوج هو المصاب والزوجة غير مصابة والزوج يتلقى العلاج وانخفض الفيروس عنده إلى الصفر، يعني أصبح undetectable أو تحت العشرين نسخة في الملي، فنسبة العدوى في حالة اختفاء الفيروس الآن تقريبا زيرو صفر. طيب فآمن أن الشخص يمارس الجنس مع زوجته غير مصابة، وننصح أن يمارسه مرة واحدة بدون عازل، بدون اللي هو الكوندوم، مرة واحدة في الشهر في اليوم 14 من الدورة الشهرية حتى تستطيع أن تنجب. فهذه يعني حقيقة هي أرخص طريقة للإنجاب. أولا التأكد أن الشخص بيأخذ العلاج وأن الفيروس نزل إلى الصفر أو تحت العشرين نسخة، وثانيا أن تكون علاقة مع زوجته غير محمية بكوندوم في يوم واحد فقط من الشهر، اليوم 14، لأنه في هذا اليوم اليوم 14 من الدورة الشهرية يتم التبويض، واحتمالية حدوث الحمل فيها هي أكبر ما يكون. طيب في حالة عدم رغبة الزوجة أخذ أي نسبة خطورة، قالت لا أنا ما أستطيع أن مثلاً أن أجامع زوجي بدون أي عازل، فممكن في هذه الحالة أن يتم التلقيح خارجياً عن طريق طفل الأنابيب مثلاً، أو يكون التلقيح خارج المرأة. في حالة كانت المرأة هي المصابة والزوج غير مصاب، يعني المرأة هي المصابة والزوج غير مصاب، والمرأة يعني وصل الفيروس عندها للصفر، فيمكن أن يسمح للزوج أن يعاشرها في اليوم 14 من الدورة بدون عازل، ونسبة الخطورة عليه تقريبا أيضا كما ذكرت صفر. وهناك حقيقة أبحاث حديثة جدا تؤكد هذا الأمر، أن في حالة اختفاء الفيروس لأقل من النسبة المعتادة اللي هي أقل من 20 يصبح المريض غير معدي. لكن في حالة عدم رغبة الزوج أخذ أي نسبة خطورة، فممكن أن يتم القذف في الكوندوم خلال المعاشرة بالكوندوم، ثم تأخذ الزوجة، لكن يكون الكوندوم لا يوجد فيه مادة قاتل الفيروس، ثم تأخذ الزوجة الكوندوم الموجود فيه السائل المنوي وتسكبه داخل المهبل، بعد ما يقذف الرجل تسكب السائل المنوي داخل المهبل بنفسها بعد المعاشرة الجنسية. فهذه بهذه الطريقة الزوج كان محمي خلال العلاقة وتم القذف في الكوندوم، وبعد القذف مباشرة تأخذ الزوجة السائل المنوي وتدخله في المهبل بنفسها. جميل. فهذه من أرخص الطرق بروف الموجودة. نعم. ولكن الأكثر أمانا بروف اللي هو التلقيح المجهري وإطفاء أنابيب، صحيح؟ نعم، الأكثر أمانا. نعم. طيب الآن بروف، من الأسئلة الشائعة اللي تجي في بال كثير من الناس استخدام المرافق العامة، دورات المياه مثلا والمغاسل اللي في المساجد مثلا أو في المرافق العامة على الكورنيش مثلا أو في المولات، لو كان استخدمت مثلا قبل 5 دقائق 10 دقائق من قبل شخص مصاب بالإيدز، هل فرصة انتقالها للشخص اللي جاء الآن مثلا يغسل يده مثلا أو يتوضأ نسبة عالية أو لا؟ لا حقيقة لا يوجد أي خطورة من استخدام المرافق العامة والحمامات العامة، أكرمكم الله، من ناحية انتقال الفيروس، لأن هذا الفيروس لا ينتقل إلا عن طريق العلاقة الحميمية، سواء زي ما ذكرنا معاشرة في الشرج أو في المهبل أو في الفم، أو تعرض مباشر لدم المريض المصاب في داخل جلد الإنسان عن طريق جرح مثلا، أو عن طريق نقل دم، أو عن طريق وقص أو حجامة بأدوات ملوثة إلى آخره، أو من الأم المصابة للجنين. أما التلامس العادي، المصافحة العادية، حتى التقبيل العادي لا يوجد منه خطورة، إلا في حالة كان هناك جرح مثلا في فم الإنسان بسبب مثلا هيربس، الحبة نسميها الكولد سور أو الحبوب المتكررة التي تظهر في شفة الإنسان، هذه قد تكون مصدر لدخول الفيروس في حالة حدوث تقبيل حار بين الشخصين، واحد منهم مصاب والآخر غير مصاب، الفيروس موجود في اللعاب. وفي حالة وجود جرح مثلا قد ينتقل للفيروس من ناحية النظرية، بالرغم من أنها لم تسجل مثلا
أو تثبت عالميا، لكن من ناحية النظرية يمكن أن تحدث، لأن معروف أن الفيروس قد ينتقل عن طريق ليس فقط الوخز بالإبر، إنما أيضا عن طريق تعرض الأغشية المخاطية للفيروس، مثل مثلا تعرض الفم للعاب مريض مثلا مصاب، أو لدم مريض مصاب، فإذا جاء الدم أو اللعاب في على الشفة أو على العين، نسبة الإصابة تكون 1 في 1000 تقريبا، 1 لكل 1000 أو 0.1% يعني. جميل. الآن برف العض، لو إنسان عض إنسان آخر، نسبة الانتقال هنا دكتور هل هي عالية؟ نعم، العض قد يؤدي إلى انتقال المرض في حالة مثلا عض شخص لديه مرض الإيدز، طبعا اللعاب فيه الفيروس وكانت العض عميقة ودخل اللعاب في الجرح، قد ينتقل المريض، ونسبة الانتقال تكون ضعيفة حقيقة، لكن توجد يعني نسبة تستدعي إعطاء هذا المريض علاج وقائي. بروف، الآن لو كانت الأم هي المصابة بفيروس بمرض الإيدز مثلا، هل تنقل المرض عن طريق الرضاعة الطبيعية؟ أي نعم، الأم المصابة قد تنقل المرض عن طريق الرضاعة الطبيعية، لذلك نحن ننصح أي أم مصابة ألا ترضع الطفل حتى وإن اختفى الفيروس من الدم، مع أنه يعني منظمة الصحة العالمية يعني توصي بالرضاعة في الدول الفقيرة التي لا يوجد بدائل لحليب الأم، فتوصي الأم بالرضاعة حتى في بعض الأحيان إن لم يختفي الفيروس، لأن الطفل سيموت من الجوع ومن سوء التغذية في حالة عدم إرضاعه. فبالتالي منظمة الصحة العالمية يعني متساهلة نوعا ما في الدول الفقيرة، لكن في الدول الغنية الدول المتقدمة مثل دولتنا الحمد لله، حيث يعني توجد إمكانات كاملة للعلاج والإطعام الطفل ببدائل عن الحليب الصناعي، عن الحليب الطبيعي بالحليب الصناعي، أي فحقيقة لا يوجد عذر للمرأة المصابة أن ترضع الطفل رضاعة طبيعية، فننصحها بالامتناع عن ذلك. طبعا بدون قطع كلامك، أيضا الطفل الذي المولود لأم مصابة بإضافة لمنع الأم من إرضاعه، لابد أن يعطي الطفل علاج وقائي في أول 6 أسابيع عن طريق دواء معين اسمه الزيدوفيدين، يعطى عن طريق الفم كل 6 ساعات في عمر يبدأ من بعد 8 ساعات من الولادة إلى 12 ساعة من الولادة، يعطى الطفل هذا الدواء الوقائي لمدة 1.5 شهر إضافة لمنع الرضاعة حتى نتأكد أن الطفل لا يصاب بهذا الفيروس، لأنه أكثر حالات الإصابة عادة تحدث خلال الولادة، يعني 2/3 الحالات تحدث خلال نزول الطفل من المهبل، لذلك بعد نزوله مباشرة يطلع يمكن أن نبدأ العلاج كما ذكرنا بعد 8 ساعات من ولادته. جميل. الولادة القيصرية بروف، هل تمنع مثلا حدوث الانتقال بحكم أن الولادة الطبيعية كان؟ نعم، سؤال جيد حقيقة. إذا إن كانت المرأة اكتشف إصابتها بالفيروس في فترة متأخرة من الحمل ولا تتلقى أي علاج مضاد للفيروس، ونسبة الفيروس عندها أكثر من 1000 في الدم، فينصح أن تلد بعملية قيصرية. العملية القيصرية نعم تحمي بعض الله سبحانه وتعالى من انتقال الفيروس من الأم المصابة في حالة وجود الفيروس في دمها بنسبة أكثر من 1000. أما في حالة أخذ الأم العلاج اللازم لفيروس نقص المناعة، سواء بدأت في بداية الحمل أو من قبل الحمل، ونسبة الفيروس عندها قبل الولادة كانت 0، فلا داعي أن يجرى لها عملية قيصرية، يمكن أن تلد بطريقة طبيعية عن طريق المهبل، ولكن تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مثلا تجنب استخدام الأجهزة التي تجرح مثلا بشرة أو جلد رأس الطفل، لا يوضع الإلكترودز مثلا معينة لمتابعة مثلا وضع الجنين خلال الولادة، ولا يستخدم المنقاط لسحب الطفل حتى لا يصير في جروح مثلا، يصير في جروح في الرأس. وبعد الولادة بثمانية ساعات إلى 12 ساعة نبدأ العلاج الوقائي كما ذكرنا لوقاية الطفل. جميل. لو الأب مصاب بروف، هل احتمالية الطفل يكون مصاب عالية والأم سليمة؟ لا لا لا، الأب لا يصيب الطفل أبدا بالمرض إلا عن طريق الأم. أيوه. إن الأب أصاب الأم والأم أصيبت، وقتها يمكن أن ينتقل الفيروس للولد. أما أن
أن يكون الأم سليمة وينتقل الفيروس للولد عن طريق الوراثة مثلا، فهذا لا يصير، ما يحدث أبدا. من الأسئلة الشائعة بروف، وممكن قد يكون نوع من نوع الهوس، هوس النظافة عند بعض الناس في المطاعم مثلا أو في المقاهي، لأن استخدام الأكواب الزجاجية، الملاعق مثلا الستيل أو الأطباق الرخامية. الآن بروف، هل تنقل الفيروس لو كان استخدمت من قبل شخص مصاب بالإيدز من قبل؟ لا أبدا. لا، شوف، الأكل من نفس الأطباق، ولا الشرب من نفس الكأس، ولا غسيل الملابس في نفس الغسالة، هذه كلها أمور لا تؤدي إلى العدوى، فلا يعني يقلق الأشخاص من هذا الموضوع أبدا. جميل. الشخص المصاب بالإيدز بروف، هل يستطيع أن يعرف أنه عنده هذه المشكلة في المنزل فقط، ولا لازم يزور الطبيب ويعمل تحاليل وفحوصات معينة؟ طبعا وزارة الصحة الآن شاكرة حقيقة، وفرت مراكز فحص تطوعي لهذا الفيروس. إيش يعني فحص تطوعي؟ يعني يروح الشخص بدون أن يعطيهم تفاصيل هويته أو اسمه أو بطاقته، يفحص، يأخذ يعني يعطوه كود معين، كود سري. أيوه. لهذا الشخص، ويتم عمل فحص له والتواصل معه بالإخبار عن النتيجة بدون أن يظهر هويته، حفاظا على سرية الموضوع وحفاظا على عدم يعني إحراج المريض لعمل هذا الفحص. يعني بعض الأشخاص لا يريد أن يفصح عن هويته ويذهب للطبيب يقول والله أنا مشتبه أنه عندي مرض أو كذا. فوجدت هذه المراكز، مراكز الفحص التطوعية من قبل وزارة الصحة، موجودة في كل مدن المملكة الحمد لله. فهذه حقيقة هي أضمن وأأمن طريقة لعمل الفحوصات. طبعا إضافة المستشفيات والمراكز الصحية، إن شخص يعني أحب أن يفعل أو يعمل هذا التحليل يذهب إلى الطبيب ويقول لا والله أحب أن أجري هذا الفحص ويجرى له. هناك فحوصات أيضا سريعة ممكن أن تجرى في المنزل للشخص نفسه، لكن حقيقة يعني لا ينصح بها كونها يعني قد لا تسجل رسميا في سجلات وزارة الصحة. لذلك نحن لا نحبذ أن يتم استخدام الفحوصات السريعة في المنزل من قبل المريض نفسه حتى يعني تسجل جميع الحالات في وزارة الصحة. جميل. سريعا بروف، هل ختان الطفل يمنعه من الإصابة بالإيدز لو كان في ممارسة مثلا إذا كبر؟ طبعا الختان ثبت أنه يمنع انتقال الأمراض التناسلية بشكل عام. الختان يعني نسبة حدوث الأمراض التناسلية ضمن غير المختونين أعلى من المختونين بكثير. لذلك الختان فعلا يحمي الشخص المصاب أن يصيب غيره، ويحمي أيضا الشخص غير المصاب أن يصاب بالمرض. جميل. هل الإصابة بالإيدز بروف تمنع الشخص من الوظيفة؟ لا أبدا أبدا. يفترض أن المريض نقص المناعة المكتسب له الحق الكامل في العمل في أي عمل يحبه، ولكن من ضمن الأعمال يعني المستثناء من السماح لهذه الفئة بالعمل هي فئة الرعاية الصحية. فالطبيب مثلا إن كان جراح ويمكن أن يعرض مريضه للخطر في حالة إصابته بجرح مثلا خلال العملية، أو كان يفعل مثلا تدخلات جراحية معينة قد تعرض المريض للعدوى، فلا ينصح أن يمارس المريض هذا التدخل أو هذا العمل. أما غيره من الأعمال إدارية أو غير إدارية صناعية عادية. جميل. الله يعطيك الصحة والعافية بروف، كانت حلقة رائعة وما شاء الله تبارك الله أثرت محتوى الحلقة بعلمكم ما شاء الله وبخبرتكم العملية. الله يعطيك الصحة والعافية بروف. شكرا جزيلا. الله يكرمكم. شكرا للاستضافة. الله يكرمك بروف. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا السبت القادم في تمام الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية.
إن البلاء طهارة وزكاء ولكل داء في الحياة دواء فاسأل طبيبك ما الدواء من علته والقلب يملأه رضا وجاء واجأر لربك بالدعاء فعنده